معليش نتكلم سيد الرئيس، تحب ما نتكلمش ولا ما نتكلم؟ السادة الوزراء، السادة النواب، السلام عليكم. كما شفتوا إعادة إفادة، شفتوا الار سي دي عاود التدخل ديالو 7 مرات او 8 مرات، يظهر لي الحكومة اللي راهي موجودة لهنا ما يجيوش غدوة يقولوا لنا ما شفناش وما عرفناش. كما كل سنة النواب والحكومة نجيو للمجلس باش نديروا شبه تمثيلية، زعما نناقشوا القانون المالية لسنة 2010. في الحقيقة القانون هذا فات كما القوانين الاخرين في القانون التكميلي بار اوردونونس دو بريزيدون. والغريب ما قلتوناش فاش استعملتم البيدجي تاع العام اللي فات، وهذا خلفا على المادة 160 تاع الدستور، والمفروض الرئيس المجلس يطلب من الحكومة باش ما يخالفوش الدستور حتى لو كان برمي مينيستر. كل جزائريين عارفين وين راهي رايحة هذه الميزانية. انتوما اللي تعملوا بشعار كل ووكل. السيد الوزير، السنة الماضية في هذا المجلس كلم النائب سعيد سعدي وقال كي نفتحوا الملف تاع لا كوربسيون دو لوتوروت است ويست، خليفه يبنى مسكين وبعض من الناس يقولوا ربنا حقرناه. لو دوسي دو لوتوروت است ويست كونستيتي لو بلو كرون سكاندال فينونسي دو لالجيري انديبوندون. لحد الان الى الامين العام تاع الوزاره اللي راه في الحبس. كلنا عارفين شكون اللي يجبد الخيط ودا الشكاره الكبيره. وواحد محوس عليه وهذا السيد ماهوش في الوزارة. والغريب في هذه القاعة ما دخلت الدولة إلى بعض شكوى تاع شناوة اللي داهم نيف على بلادنا. السيد الوزير، فيه مثل شعبي يقول على واحد اللي يسرق ويكذب يقول له والله غير هذا يبيع الحوت في البحر. ها راكم وصلتوا ليه، او بعتوا البحر، بعتوا الحوت في البحر والبحر معاه. كيفاش يا عجبه وصلتوا تبيعوا السردين لكروفات وحتى الطول داخل في البحر؟ في هذا الملف ثانيت غير الامين العام تاع الوزاره اللي راح الحبس. وقولونا وكلنا نعلم من هما اولاد من اللي يكسبوا البوابر تاع السياده. ما كفاوكمش دراهم تاع البترول، ما كفاوكمش دراهم تاع القدرون، ما كفاوكمش دراهم تاع البحر، وصلتوا حتى تسرقوا الدراهم تاع الزكاة وتاع الجوامع. سبحان الله. لما شفت في الجريدة بأن بعض وصلوا باش يسرقوا الزكاة وقفات رمضان، قلت يا حافظ الله ستار، هذه الحكومة راهي رايحة تاكلنا وحنا حيين. السيد الوزير، في هذا المشروع راكم تقولوا لنا بان لي دو تيير دو بيجي فا سيرفير ا دي زوبيراسيون نون فيني. كالا فو، في سبيل المثال المترو دالجي اللي عنده 25 سنة ومازال ما خلاش، والله ما يخلص منه 10 سنين لان ما حبيتوش يخلص. بالمقارنة المترو تاع القاهرة واليمات هذو احنا ما لسناش نلعب مع القاهرة، في ظرف 6 سنوات خرجوا السرام، حنا 25 سنة ما خرجناش اون رام. الناس يبنيو لي زايروبور في ظرف 5 سنين، احنا بنينا ليروبور دالجي في ظرف 20 سنة. والعجيب عندكم 30 سنة وانتم تكلمونا على لا ديشارج تاع واد السمار. حشاك، اسمع لي سيد الرئيس، نتكلم على الفوحة. عندكم 20 سنة وانتم تتكلمونا على لا ديشارج تاع واد السمار. ليومنا هذا ما زالت الفوحة تفوح على العاصمة الجزائرية. يا عجبة، زبل تاع واد السمار ما نجمتولوش ونثيقوا فيكم باش تبنوا دولة انتم؟ الفوحة تاع واد السمار 30 سنة ما نجمتولهاش، ورايحين حنا نبنيو دولة ديمقراطية شعبية كما قالوا
شهداء تاع صورة شفت في الميزانية هذه سي ديزافو سي ديزافو وزارة الداخلية 387 مليار دو دينار وزارة الداخلية وسمعت نايب لهنا هو مشكور تاع الكتلة تاع الحكومة البارح زوج يهضروا ما نقولش اسمهم يقولوا باللي هذا البيدجي سي ان بيدجي بوليتيك عندهم الحق نشوفوا باللي مينيستر دلانتيريور 387 مليار واش معناتها باش الجزائريين يفهموا معناتها البيدجي تاع لاغريكولتور تاع لاكولتور تاع لا جونيس دي سبور لونسينيمون سوبيريور لا فورماسيون بروفيسيونيل و لا سونتي يساوي ست وزارات تساوي وزير واحد اي سي ان سيني بوليتيك واش معناتها ما جيتوش باش تبنيو جيتو باش ديرو ورا كل جزائري ثلاثه بوليسيه ما جيتوش باش تبنيو فو فولي بوليسي لا سوسيتي الجيريان في نفس الوقت عندنا كاع ولاد في الجامعه يا عجب بلاد اللي تمد 4000 دينار لي ثلاث شهور ليتيديون تاع لا بورس بلاد اللي تمد 4000 دينار الطفله ايتيديون تاع لا بورس واش راكم تحوسوا يديروا هذو الولاد يصرخوا 4000 دينار بو 3 موا والناس عندها البوابر تبيع ومن بعد سيد الرئيس واش ما نهضروش على هذه الاشياء يرحم بابك كيما نهضروش على الخلل اللي راه في البلاد اني نقول لك سيد الرئيس امني بلي راني نتكلم لك من قلبي والله 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 غير في حياتي ما خفتش كيما اليوم تدعو على البلاد في حياتي ما خفتش رانا رايحين لكارثه نو سوم سور ان فولكون شكرا شكرا سي نور الدين لا قبل النهايه فقط